في شي احيانا الناس بيشوفوه مو صح بنوب وبيحكموا عليك حسب وضعهم، بس انت بتشوف العكس. قلبك بيقول غير شي. انتي بتشوفي صح، ايه حتى خليه يحفر بروحك وقلبك. بس هو غلط، نحن بمحل غلط. خلاص لو سمحتي. لو سمحتي لا تبكي. أيه، من هلا أنا باكل بزر، هذا هو ستايلي الجديد، مثل ستايل أم عرق ونص. أي سمسومة بيك؟ بدك تفصفص؟ لا ما بدي. أي ليش؟ مو ستايلي، واضح؟ مو واضح. أي سمسومة بيك طبعك كتير تغير كتير. وين هداك الزلمة المزوح اللي دماته خفاف؟ فجأة قلبت مثل واحد ختيار بليد ومهموم. شو هالحكي لوي؟ مين هو البليد والمهموم؟ بس فهمني من وين جايب الحكي. اي لا تواخذني سمسومة بيك، متفهم وضعك، يعني حتى شواربك ما عاد فيهم إلهم نفس الهيبة، ما عاد بيخافوا مثل الأول. ايه روحتك على أمريكا بعدتك عن الكل، ورفقاتك ما عادوا يتعرفوا عليك ولا يحاكوك. شوف كيف وضعك، كل اليوم قاعد لحالك بين الحيطان مثل البومة، لما شوفك هيك كتير بزعل. اي يا حبيبي لوليتي معه حق، انت صاير وحداني زيادة صح؟ ورفقاتك ما اضحكوا معك مثل الأول. انتو من وين بتطلعوا بهالأفكار؟ أنا مو وحداني أبداً. أي الإنكار، كلهم بيقولوا نفس الكلام. الإدراك بده وقت يا حياتي. أي يمكن كان لازم نفهمه شوي شوي. اللي يا حياتي قله الحقيقة دايماً مرة بتكون. ايه يا حياتي انت الوحيدة يلي بقيتي والله، إن شاء الله يقدر يعرف قيمتك هيك. اي نروم، تعرفي انا لازم لك شغله مهمه، ما بتلاقي غير فجاه هيك راح، لانه الوحده بتعمل امراض كثيره. ليكي نروم، اي اذا بلش يحكي مع شواربه على غفله لا ترتعبي، بس اتصلي فيني دغري. اي رح يحكي معهم ما هيك، وانا كمان عم فكر بنفس الشيء. اي بس هو منيح اللي عنده هالشوارب. لا حياتي هدول بكره او بعده رح يهروا اساسا. اي لا تقولها، زوج بدون شوارب ما بتزبط معي بنوم. ايه وهي خسرك كمان. اي شو هالالم وشو هالوجع. اي الله يجيرنا يا حبيبتي وما نصير مثله ابدا. شو عم تخبص انت وياها؟ انا علاقتي برفقاتي مثل ما هي. ها شوفوا هلا انا رح اتصل فيهم وخليهم يجوا كلياتهم لهون. اتصل نشوف حبيبي. اتصل طبعا اتصل. ايه لا تخجل واتصل، وحتى اذا بتناموا برا احسن. حبيبي حتى اذا بدكم سافروا لشي محل بعيد سياحه وغيروا جو سوا. اي ايه شو حلوه هالفكره، والتذاكر علي. نروم بكره بينسى اصلا طبعا. دقيقه في شي عم بيصير هون. شو هو؟ كأنكن عم بتحاولوا تطلعوني من البيت. اها شو هالحكي هاد؟ يا عيبي شو عليك، رسميا حكيك كله افتراء. معناتها كلامي صح، انا متاكد انه انتم عم تخططوا لشي. مين؟ نحن. انتو. انت معقول لهلا ما بتعرف شو هو تبعنا يا سامي؟ من ايمتى كنا هيك؟ اي سمسومه بيك، يعني مستقبلي مو عارف خطط له انا، لسه بتتهمنا انه عم نخطط لشي معقول؟ ماشي رح ضل قاعد على قلبكم، تكرموا، يلا تفضلوا. يا روحي انت لوين رايح؟ شو رح نعمل اذا رحت انت؟ منقعد مع بعض ومنتسلى. مثلا
فينا نحكي عن آخر أخبار البلد. إيه شو حلوة هالفكرة، خليك هون أحسن، فينا نعمل جلسة مفتوحة أي حتى منشغل شوية شموع ومنتفرج على النار وهي عم تطلع. أنا ما رح روح من هون، سووا شو ما بدكن. شو لوليتي، هذا ما عم يروح، شو كان بدك تحكي لي؟ قلي كتير انشغل بالي. يا حياتي كيف أنا بدي أحكي لك؟ ما بعرف. هلأ عرفت، في مسلسل يعني تبع سنفور غضبان، عرفتي هداك اللي بحب سنفورة؟ عرفت، هي مو على أساس تركوا بعض وبعدين فات على الخط سنفور مغرور تبعنا اللي على أساس بده يهتم بسنفورة؟ ما عم يهتم فيها معقول؟ حياتي هو عم بيهتم وحتى كتير عم بيهتم فيها كمان. بس يمكن هذا السنفور غضبان والسنفورة شكلهم رح يرجعوا لبعض مرة تانية، الظاهر لسه بيحبوا بعضهم كتير. لوليتي لك انت شو اللي عم تقوله؟ والله هيك يا حياتي، هو أنا مالي متأكد بس هيك بظن. يا لوليتي إذا هيك هداك يعني السنفور مغرور لازم ينسحب من بيناتهم فورا. ايه لازم ضروري. ولك انتو شو يلي عم بتحضروه؟ هلا بالاساس بتعرفي عم نجهز بناية تانية، بس القصة طلعت على غفلة مشان هيك انضغطنا بالوقت. هو بالاصل مستودع ستيل بده يتفضى بس مو بهالفترة، ما خرج بهالتوقيت بنوب. يا ديما لاقي لنا حل، شو بيعرفني بقى حطي شي بدال شي، يعني اجمعي واسمي وزبطي وما بعرف شو، اعملي اي شي. انتي عملتي هيك شي من قبل كمان؟ ايه اكيد، يعني انا رح اعمل كل يلي بقدر عليه ومنشوف. غسان بيك؟ عمر من الصبح عم يقلي بدي احكي معك بموضوع ضروري، في شي انا ما بعرفه؟ يا ديما والله انا ما بعرف، واصلا ما بدي اعرف اكتر من هيك، بتعرفي ما عندي ولا تعليق. يعني هي مشكلتكن انتو ولازم انتو تحلوها بينات بعضكن، شفت اللي تدخلوا شو عملوا فيكن ما هيك؟ هو هيك عم اسأل بس فضول مو اكتر. فكرك عند عمر ما هيك؟ ما بتقدري ما تفكري فيه. ما عندي ولا تعليق. ماشي خليك انا بفتح. وقفي، شو عم تعملي؟ اهدي اهدي. ايه صح خلص ماشي، انت افتح الباب لو سمحت، تعرف هاد بيتك اساسا. ايه انا بفتح، هذا بيتي، انت اهدي ماشي ولا تتلبكي. ولا يهمك. ماشي. اهلا وسهلا. اهلين فيك يا شريف. هلا هلا. شو الاخبار؟ تمام، جبت كام شغله مشان لديما. عملت منيح. فوت. وين ديما؟ جوا. فوت. شو عم تساوي ديما؟ يا الله عن جد اني وحدة هبلة. كيفك؟ منيحة ممتازة، وانت؟ منيح ماشي حالي. منيح. لكن خلينا نبلش بالشغل، الشغل أهم شيء، نحن أجينا لهون لنشتغل. هيك منيح. أنا جبت كام شغلة مشانك، رح ضبهم، عود أنت. جيب معك شي منشفة. أنا وقعتها بس والله مو بقصدي. إيه يلا خلينا نبلش. دقيقة. هيك مرتاحة؟ يلا. وهلا وين الجلد موجود؟ الصبح بيكون بكابو كاردي والمساء رح يوصلوا على اسطنبول. هو بستيل الحقيقة بعد يومين تقريبا رح يفضل مستودع، والجلود تبعكم رح يطلعوا من بلغاريا بكرة الصبح، بس ما منجيبهم لهم فورا ماشي، بدنا نضطر نغير طريق الشحنة، بدنا نبعت شحناتكم على رومانيا. طيب ليش؟ مشان نخلي الوقت لصالحنا بلا ما نخسر مصاري. هلا استيل بدهم يشحنوا من رومانيا بضاعة، منخليهم يحملوها بشحناتكم، ومن هون لتوصل الشحنات منكون كسبنا يومين ثلاثة. بهذا الوقت أصلا ستيل بيكونوا فضوا المستودع، هيك هن بيطلعوا البضاعة بتجوا أنتوا وبتحطوا الجلود تبعكم. وأنا شو بدي أقول للشركة اللي أخذت منا الجلد؟ قول إنه أنتوا مشتركين باللوجستيات سوا. إيه صح، يعني نحن بالتسليم هيك منعمله مع بعض. إيه خلاص، وأنا هلأ بدي أعملكم كم جدول بالتكاليف وهيك بتتأكدوا إنه هاد أحسن حل ممكن. ثانية بس.
اي خاطر الزلمه حياتي صار لازم تطلقي انت على شو متحملتي خلصت صلاحيته من زمان اي لا تقول هيك علي هذا زوجي الغالي دخيل قلبي يقبرني هي ما بيهون علي فيه بحبه كتير طلع فيني بقوم ببوسه وين الروم شو تقومي تبوسي مثل المهووسين حياتي ما دام نايم خلينا نحكي بهالمشكله بيكون احسن يحماك احكي يا حياتي شايف عمر وديما رح يرجعوا لبعض الحب الاسطوري سوف يعود هالموضوع فهمنا لوليتي بس امير كان متاكد كمان انه ما في هيك شيء بالمره ايه حياتي وانا سال ديما كمان شو قالت لك؟ أي حياتي قالت لي إنه ما في هيك شي نهائياً هيك هي قالت بالضبط؟ إيه قالت لك ومتأكدة؟ قالت يي معناتها أكيد بدهم يرجعوا لبعضهم يا لوليتي أي اسمع شوي الأمور بهي القصة صارت معقدة كتير صار ضروري ننهي اللعبة على السريع بس طبعاً إذا الطابة لساتها معنا ايه حياتي هذا مالي متأكد منه يا نروم أنت بتعرف وين كانت غلطتنا الكبيرة يا لولي؟ دايماً بيقولوا لا تدخل بأي لعبة مع شريك يكون أقوى منك لأنه رح تخسر أي ما فهمت ولا يهمك حياتي مو غلط ما تفهم خلينا نشوف أول نشوف ونتفرج وبس معقول طبعا لا بدنا نفكر كمان لولي بشو ولا يهمك خليني فكر بدالك كمان أي شو هاد بيشخر مثل طنجرة الضغط المنزوعة كتير بيخوف طيب أنا ما عاد فيني أتحمل لازم روح نام إيه خلاص نام إيه أكيد نام ترك هالموضوع علي أنا رح حلل لك يا إيه بعرف هو أصلا حليتيه وما بقي كتير ورح تكملي فيه رح تكمله ما هيك عمار رح نكمل ولا يهمك فيك تنام إيه يلا تصبحوا على خير لكان وأنت من أهله طول بالك مو مطولين ضل شوي بس انت لو تنامي لك شوي احسن ما رح تطيبي بلا نوم نوم شو هلا لسه الوقت بكير وبعدين لسه في قدامنا شغل ديما حاج تكوني عنيده شو اعند واحد عوش الارض عمر ابليكجي بيقول لي ديما لا بقى تكوني عنيده شو هاللحظه التاريخيه هاي طيب شو بتحبي اعمل لك بتحبي تشربي شيء لا مو جاي على بالي شيء اصلا مو مطوله لخلص شو عم يصير شو انت قاعد عم تتفرج علي مو هيك؟ في مانع؟ بس مو حلو تتصرف هيك بتحب تقعد تشتغل وتلاقيني عم راقبك بيعجبك هالتصرف؟ بيعجبني وين هاي القائمة؟ هلأ كانت هون وين حطيتها أنا؟ على شو عم تدوري أنا بساعدك قليلي شو مضيعة؟ كأنه شوب الجو شوي أو يمكن حرارة التكييف عالية بدي شوية مي أعطيني كاسة المي هاي لو سمحت تفضلي شربي مي شكراً يسلموا إيديك صحة وهنا يا الله وين حطيت الألم ليكو مرحبا سيد سمعو نزارو أهلين فيك ايه والله وصرت معلم ايه شو بدنا نساوي لك نزار عم نقضي هالشغل ايه منيح في عندك شوية وقت ايه أكيد عندي عود رح جيب شاي معقولة هيك شو غرقنا بهالدنيا وأخذنا الشغل يعني صفينا أنا وياك ما منعرف شي عن بعض والله اشتقت لك ايه والله وأنا كمان
شو بدنا نعمل؟ والله أنا على حالي، يعني على حطة إيدك. ما عم نشوف بعض. لا، وبتطلع بهالبنات بتلاقيهم ملحقين على كل شيء، من الشغل للبيت لأخبار بعض. وأنا سقفي يا سمعو، هم البيت وهم المطعم. يلا حكي لي، شوفي ما في، شو أخبارك؟ والله هالبنات لو في عندهم شي كتاب بخصهم قديش وقتها نحن حنكون مرتاحين يا نزار. والله كانت هالشغلة ممتازة يا سمعو. على قليلة كيف بيشتغل عقلهم لنتعلم كيف بيزبطوا الأمور. كنا قرينا وفهمنا فورا، كل شي رح يكون سهل وقتها. والله لازمني هيك كتاب أنا. خير أخي، قلي في شي مشكلة مو قادران تحلها؟ لا ما في هيك شي. إيه لا، شوف إذا كان في هيك شي خبرها لنهال، فورا بتحل لك الموضوع. لما يصير شيء قدامي وبندهش، إذا شفت مثلاً شي زلمة عم يعيط على مرته وهي بتشوفهن، أوه فهمانة كل الحكاية وكل شي صار. مين اللي عم يعيط على مرته؟ مين اللي عم يعيط؟ آه أنا هيك عطيت مثال يعني. اشتقنا لك ولا؟ ليش ما عم تمر لعنا؟ آه؟ ليش مبعد هيك؟ شلون بدنا نربي ابننا بدونك؟ لا شو هالحكي الفاضي نزار، كتير عم تكبرها للقصة. بجي بجي ومنلعب شي مباراة بهالفترة. مباراة؟ طبعا. شوف اشترينا بدلة فريقنا لسمعه ليشجعوا معنا. دقيقة بس، نحن شو عم نعمل هلا؟ ها؟ وصلت معك ورجيك صورة سمعه على الموبايل؟ يلا قوم نروح لعنا على البيت تشوفه، يلا ومنكمل الشاي هنيك. يلا نزار بلاها، الله يوفقك. يعني بس هالليلة بلا ما أروح لعندكم. طيب ليش؟ مثل مشايف في عندي شغل وعدته للمعلم خلصه الليلة. ماشي ما رح ناقشك بهالشغلة، بس ليك إذا ما رح تيجي تشوفه لسمعه الصغير وقتها بدي أزعل منك عن جدها. أكيد رح أجي، خلاص لا تقلق، ورح شوفه لسمعه ولأبوه كمان. طيب إذا هيك بلا ما عطلك أكتر. يلا أنا رايح، عم نستناك لا تتأخر. سلم لي على خالته نورا. الله يسلمك. يلا منشوفك. الله معك. أهلين أمير بيك. ألو، شو الأخبار؟ منيحة عم اشتغل. أنا لو كنت محلك، يعني بعمل استراحة وبشوف الأفلام اللي ما شفتها، بس أنت طلعتي مجنونة شغل. أول عن آخر أنا لازم اشتغل. معناها أنت منيحة. ايه منيحة كتير، شكرا. طيب ماشي، بس إذا بدك تروحي على المشفى أو على الدكتور أنا موجود، اتصلي. ما في داعي، يسلموا إيديك، أصلا إحنا أجينا عبيت غسان بيك وعمر هون. منيح، سلمي لي عليهم. بيوصل، الله يسلمك. الله معك، بيسلم عليكم. اي الله يسلمه. كأنه طلع معنا شيء. هذا هو المبلغ، طلعت الكلفة وكتبت كل شيء بالتفصيل. شيء حلو كتير. اي طبعا، هيك منريح ستيل من تكاليف النقل ومنكسب يومين زيادة، وبنفس الوقت بضاعتكم رح تدخل على المستودع بوقتها. فكرة ذكية، بس بدكم تتقيدوا بالوقت وإلا رح يخرب الشغل ورح يروح كل تعبنا على الفاضي. ماشي ممتاز. طيب ماشي، لكن خليني ثبت البرنامج. ما في داعي تتعبي حالك كل هالقد، خصوصي بهالحالة. كيف يعني ما تعب حالي؟ هاد شغلنا بالأخير، هاد التفاني بالشغل تعلمته منك. منوب ما فيك تظلمي حالك، من أول ما عرفتك بتحبي الشغل. تعرف شغلي؟ ما كنت بتوقع أني رح أقدر حل هالمشكلة، وهي حليتيها. وأنت كمان ما كنت متوقع، وقلت لحالك مستحيل تحلها. ديما ما بصدق أنك لسه بتسألي حالك أنا كيف بفكر فيكي. وين المشكلة؟ ما بتوثق بشغلي ما هيك؟ بدي أعطيك نصيحة بالشغل، لا تطلعي على حالك بعيون حدا، طلعي بعيونك أنت وعرفي قيمة حالك لوحدك. المهم أنت توثقي بحالك وما يهمك رأي حدا فيكي. فهمتي علي؟ أكيد هلأ جاي على بالك بزر. يا ريت لو في، بس أكيد غسان ما عنده. في خليت شكري يشتري. Thank you.
بخيله الحنون. تفضلي ديما. وشاي؟ أنا بعمله. شو عم تعملي أنت عادي هون؟ أي والله نسيت. أنت خليكي مرتاحة، أنا سألتك بدك شاي وأنا بعمله. إيه منشرب. عمر؟ أنت بشو كنت بدك تحكي معي؟ هلأ هو مو ضروري. صحيح أنت أمتى بدك تفكي رجلك؟ ليش ما قلت لك أنا؟ بالكتير بعد بكرة الصبح رح يفكوها، مو محرزة كتير. ماشي، بس يفكوها فينا نحكي ومنشوف، لأنه ما عاد عندي طاقة بنو. يا مجانين،
ولسه بتكبروا على بعضكم. أنا خليني صوركم صورة أحسن، بس تعلقوا مع بعض بستخدمها، بيجي وقتها. أنا اشتريت التيكت وراجع المساء. حلو، صرتي منيحة؟ منقول أحسن. أمير، معلش نحكي شوي؟ طبعاً، تفضلي. ما عم بقدر أحكي لحدا وبجوز انفجر هيك. غسان، عفواً ما بعرف إنك مشغول. لا أبداً مو مشغول. أنتوا خدوا راحتكن لو سمحتوا، أصلاً طالعة أتمشى على الشط. أول الشط في محل قهوة طيبة، لكن رح روح جربها إذا طيبة. ما كانت حلوة جيتي لهون، هاي البنت لسه ما خلصت فطورة. بعتذر سيلا، أنت كتير بتشغلي بالك. تعي أنا مزلولة وهي مشكلتي. بزماناتي كتير ضغطوا علي أمي وزوجي. شو بدك نعمل جلسة علاج نفسي؟ إيه طيب خلص رح أحكي بالموضوع. أمير أنا وضعي سيء، عم فكر بهالزلمة طول الوقت، ووقت اللي منكون سوا الأحاديث اللي منحكي فيهن بيضلوا عم ينعادوا ينعادوا بعقلي، وبعدين بصير بعيد الحوارات وبقول ما كان لازم أحكي هيك. لا تضحك. يعني سيلا هذا اللي عم تحكي عنه بتعرفي شو اسمه؟ هذا اللي بسموه الحب. قصدي لما بصير معك هيك فبتكوني عشقانة. صح حكيك، بس الأفكار اللي بتخطر لي مو منيحة بنوم. ايه طبيعي، وهيك أنا تعلقت فيه. وهذا طبيعي، بس هو ما عم يهتم فيني، يعني هو ما له شايفني. يا ريتني لو كنت ياسمين. سيلا أنت عن جد مزلولة، أنا هلأ لحتى فهمت شو كان قصدك. أوف، مو قلت لك؟ استني شوي، بجوز شوي شوي تدخلي لقلبه، بس على مهل. بدك تحاصريه بعقله وتفكيره وحتى وقته، وين ما بيطلع لازم يشوفك. وقتها بس رح يتعود على وجودك. مو بس هيك، لازم يحسك جزء من حياته، وما رح يقدر يفهم امتى صار هالشي. سيلا فهمتيني؟ ما صباح الخير. صباح النور. أي على مهلك، على مهلك، اهدي شوي. شو صار؟ راحت علينا نومة ما؟ نمنا كتير؟ بس ارتحت كتير وقت نمتي جنبي. أوه
صباح الخيرات يا أكابر، إن شاء الله نمتوا منيح. صباحكم خير. صباح النور غسان بيك. كيفكم؟ يا ترى تهنيتوا بنومتكم؟ شو إنك مهضوم؟ خجلني هلأ كتير. بالحقيقة أنا بالليل ما كنت بدي يبقى هون، وكنت بدي روح على البيت بس ستي وهيك ورحت علي نومي. بتصير على طول. خلاص يا أنا هلأ رح جهز الفطور لبين ما تصحصحوا. لا لا أنا لازم أطلع، أصلا رح يجي الشحن وتأخرت كتير عليه. طيب يلا إذا هيك. لا لا أنت روقي شوي، روقي على مهلك، خليكي مرتاحة، استني. حسابك بعدين. بدي أخدعك شوي شوي. يلا على مهلك. أخ تفضلي. شكرا. ما رح يمشي الحال، مستحيل هيك ما رح يمشي الحال. طبعا. شو شو في؟ لا لا عمر استنى استنى. يلا بسرعة يلا. بالإذن غسان بيك. مرتاحة هيك؟ ايه مرتاحة كتير. ستي ما رح اتأخر، بس في عندي وظيفة هلأ لازم روح على المكتبة واشتري كرتونة. ها شو اخبارك سمعو؟ اهلين يا سارة، كيفك انت؟ منيحة. اكيد منيحة؟ ايه اكيد. يلا ركض روحي ولا تتأخر. حاضر ما بتأخر. في شي أحياناً الناس بيشوفوه مو صاحب نوب وبيحكموا عليك حسب وضعه، بس أنت بتشوف العكس. قلبك بيقول غير شي. حتى لو كان بالنسبة للكل غلط، مع هالشي بتحبيه ما هيك؟ دمتم معك حق. انت غريبة يا ديما، معقول بهالحالة رح تشتغلي؟ عم نقلك ارتاحي بس ما عم تردي. ولا يهمك، الشغل بيريحني سيلا خانم. ايه شو عملتوا؟ حليتوها وكل شي تمام؟ ايه حلينا كل شي، ما بتصدقي شو ارتحت والله عن جد. كتير قدرت ركز على الشغل من ورا هالقعدة، هلأ لفهمت قديش كنت عم بضغط على حالي. حلو تحسي بالمسؤولية ديما. ايه عن جد حلو. وكمان وقت يلي بتخلصي الشغل وبتحسي انه كل المشاكل انتهت بتنبسطي كتير. صحيح انا عملت لكم جدول مشان تشوفي كيف رح تصير امور النقل وشو رح تستفيدوا منها. سيلا خانم انتي منيحة؟ منيحة منيحة، عم اسمعك كملي. حليتيها برافو عليكي. سيلا خانم هلأ انتو طلقتوا؟ فهمتي قصدي انه رسميا انتو اتطلقتوا؟ ايه رسميا، وحتى طليقي وصلني منه كرت العرس تبع حضرته. شو؟ ايه اه، و
وانت عم تفكري بهالشغلة بشو؟ لا ما في شيء، خلاص بلا ما نحكي بهالموضوع. ديما أنا بدي أسألك عن شغلة. هو ياسمين خانم، ياسمين كيالار؟ إيه؟ يعني بنت ظريفة. هو نحن علاقتنا بالأول ما كانت منيحة كتير، بس فيك تقولي مع الوقت صرنا رفقات. مميزة هي وذكية وبتأثر على الناس. إيه شي واضح، هاي غسان بيك لهلأ ما قدر ينساها. وليكن رجعوا لبعضهم هلأ. كيف؟ غسان بيك وياسمين رجعوا لبعض؟ أنا على طول هيك آخر وحدة بعرف شو عم بيصير حواليي. حتى رفيقتي نهال بتقلي هيك نفس الكلام، بتقلي ديما أنت كتير جذبة بهيك أمور. والله معها حق. إيه دخيلك، شو دخلنا؟ يعني هاي حياته هو، عم نحكي عنه بس بالأخير ما دخلنا. إيه أكيد ما دخلنا، بالعكس الله يهنيهم ويوفقهم مع بعضهم. بيقولوا القلب وما يهوى. صحيح، القلب وما يهوى، مزبوط حكيك. ديما إذا خلصتي هنن عم ينتظروكي فوق. إيه طبعا خلصنا شغلنا أصلا. إيه ماشي، لكن إذا هيك خليني أطلع. يلا بشوفك. وقفي لا تقومي، وقفي استني. بدك تطلعي بهاد؟ شو هاد داليا؟ بصراحة أوامر عمر بيه. ليش ما بتعرفي تقولي له إنه ديما ما رح تقبل؟ قلت له، بس هو قال لي أنتي قلي له لديما، وإذا ما رضيت فوقتها أنا بتصرف وعندي طرقي الخاصة لجيبها. داليا سوقي. هلا عدنان خد نفس. زفير، شهيق، استنى استنى، رح نعمل زفير بعد شوي، خليك صبور أكتر. استنى، زفير، شهيق، زفير، شهيق، وقف وقف.